يلا نتعلم كل يوم، لا تنسوا الاشتراك. امتلأت الأرض بالناس وكان الناس يسببون كثيرا من الشرور. اغتضب الله عز وجل، كانوا يعبدون الأصنام وتركوا عبادة الله عز وجل. كان سيدنا نوح يحاول هدايتهم، ولكن أن القليل منهم وهم الضعفاء من آمن بالله. فدعا الله كثيرا حتى استجاب الله لأمره وأمره ببناء سفينة كبيرة من ثلاث صوابق، وبناها سيدنا نوح ومن معه من الصالحين. ثم أمره الله عز وجل أن يأخذ من كل حيوان زوجين ذكرا وأنثى، ومن كل نبات اثنين. وبالفعل هذا ما حدث، فقد أخذ سيدنا نوح من كل حيوان اثنين ومن النباتات، وصعدوا جميعا على السفينة وأغلقها عليهم جيدا، وأرسل الله فيضان كبير يهلك به كل من فسدوا في الأرض وكفروا به، وهلك كل من على الأرض من مفسدين إلا سيدنا نوح ومن معه. نجا سيدنا نوح ومن معه، فنجاهم الله عز وجل من فضله. فيا رب لا تجعلنا من المفسدين في الأرض.